اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج هاشتاغ وتتابعونا فيها. جدل حول تسريبات جديده بثتها قناه مكملين تؤكد استخدام الاعلاميين كاذرع لتوجيه الراي العام في مصر. اهتمام واسع في قطر بتصريحات وزير الخارجيه الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني حول دول الحصار. انقسام حول تظاهرات في تونس بين تأييد لحملة فاشنستا ناو ورفض العنف. في اليوم العالمي للقدس غرف إلكترونية حول العالم تأييدا للقضية ورفضا لقرار ترامب. كل هذا وأكثر في هاشتاغ فتابعونا. اهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقه من هاشتاغ، ندعوكم دائما ان تكونوا ضيوفنا مباشره على الهواء عبر حساب سكايب اي جي مباشر. بامكانكم ايضا ان تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار موضوعات الحلقات والتعليق عليها ايضا، فشاركوا. البداية مع هذا الخبر العاجل، حيث نشرت صفحة الفريق سامي عنان على فيسبوك اختيار حزب مصر العروبة للفريق سامي عنان للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018. هذا وننوه مشاهدينا إلى أنه رغم عدم توثيق هذه الصفحة التي نشر عليها الخبر إلا أننا قمنا بالتواصل مع سامي بلح الأمين العام للحزب وأكد خبر ترشح عنان. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة البرلماني السابق رجب هلال أمين عام سياسات حزب مصر العروبة. أهلا بك سيد رجب، في البداية حول هذا الخبر إذا تؤكد هذا الخبر مرة أخرى. أهلا بك وبالسادة المشاهدين، والخبر صحيح لأن الأستاذ سامي بلح هو أمين عام الحزب وهو الذي يتولى التحدث باسم الحزب، وقد نشر هذا الخبر على صفحته وواصلني وتواصلت معه والخبر صحيح. والفريق سامي إلا أن الخبر يحتاج إلى انتظار منكم ومن كل سادة الإعلاميين، لأن مضمون الخبر أن الهيئة العليا قررت اختيار الفريق سامي عنان ليخوض الانتخابات الرئاسية، وسيعقد الحزب مؤتمرا صحفيا، فدعونا ننتظر حتى يتم عقد المؤتمر الصحفي. نعم. خلال الأيام القادمة. نعم، ولكن يعني الشغف المواطن المصري بمعرفة ماذا ينتظره في هذه الأوقات، خاصة مع الجدل الدائر في الساحة المصرية السياسية ودخول بعض المرشحين أو المرشحين المحتملين لهذه الانتخابات ثم انسحابهم عن دخولهم لهذه الانتخابات، كل هذا يجعل لدى المواطن إرادة في أن يتعرف أكثر على لماذا يترشح سامي عنان الآن في هذا التوقيت بعد كل الجدل الذي دار خلال الأيام الماضية. أولا هو حق المواطن المصري أن يعرف الحقيقة كاملة، ولكن عليه أيضا أن ينتظر قليلا وأن يتسم بالصبر، خاصة وأن الأمر يتعلق بخوض الانتخابات الرئاسية وهو موقع حساس. والفريق سامي عنان لم يتحدث، وايضا الفريق عبد الفتاح السيسي لم او المشير عبد الفتاح السيسي عفوا لم يتحدث. فدعونا ننتظر للايام القادمه عند موعد او عند الموعد المحدد من اللجنه العليا للانتخابات التي قررت موعدا محددا لفتح باب الترشيح، الا انه في هذا المناخ وبهذه السرعه يحق للمواطن المصري فعلا أن يتساءل وأن يتحقق. أما فيما تعلق بأن البعض تأخر للإعلان أو غيره، أنا قلت في قناتكم وقلت في مواقع كثيرة منذ أكثر من 5 شهور أن الفريق سامي عنان سيعلن موقفه الواضح والصريح في النصف الأول من يناير 2018، وها هو الآن يتحقق. فدعونا ننتظر الأيام القادمة، لأن الحزب له أيضا متحدث رسمي وله أمين عام ونحن نحترم ذلك تماما، ولعل الأيام القادمة ستكون منبئة
عن كل التفصيلات خاصة في المؤتمر الصحفي الذي غالبا سيعقد خلال الأيام الأولى من الأسبوع الذي يبدأ يوم السبت إن شاء الله. نعم، في النهاية هل سيرشح الفريق سامي عنان نفسه بالفعل أم لا؟ لا يمكن أبدا أن ينشر خبر كهذا على صفحة الأمين العام وعلى صفحة الإزب ثم يكون للتسلية. فالفريق سامي عنان طالما نشر هذا الخبر يكون قد قرر ويستعد، ولكننا نريد أن نسمع ذلك منه حقيقة في الأيام القادمة. يعني حدث هذا في الانتخابات السابقة ورشح سامي عنان من أيضا من قبل الحزب ومؤيديه في تلك الفترة، ثم عاد وانسحب مرة أخرى، هذا ما يدفع للسؤال والطرح. ربما لا يمكن قياس هذه المرحلة على المرحلة السابقة. الوضع مختلف والظروف مختلفة. ما المختلف سيد رجب؟ ما المختلف في هذه الظروف؟ يعني في 2014 كانت مصر تمر بظروف استثنائية، وكانت مصر لم تعرف الاستقرار الكلي، ومن ثم كان لابد من اصطفاف وطني من كل الراغبين في الترشح حول مصر وليس حول أشخاص، وهذا ما فعله الفريق سامي عنان، أنه غلب مصلحة مصر العليا في هذا التوقيت الذي كانت تمر به بظروف استثنائية كما ذكر. أما الآن فمصر مستقرة إلى حد كبير أمنيا واجتماعيا، ويستطيع أي إنسان أن يمارس الأمر بشكل يتوافق مع المصالح العليا للبلاد، خاصة وأنه لن يستطيع أحد أن يمنع أحد من الترشح. يعني رصدنا ما حدث، والتسريبات التي رصدت ما حدث مع شفيق، يبدو من هذه التسريبات حتى الآن أن هناك تدخل لمنع شفيق من الترشح لهذه الانتخابات، فكيف نقول أن الجو متاح للجميع ولا يمكن لأحد أن يمنع من الترشح؟ طبعا دستوريا وقانونيا هذا ما أقصده، لا يمكن لكائن من كان أن يمنع أحد من أن يخوض حقه الدستوري والقانوني. الفريق شفيق خرج للإعلام وتحدث عن أنه يدرس، ثم خرج ثانية وقال أنه قرر عدم خوض الانتخابات، هذا بإرادته الحرة. أما فيما يتعلق بأنه مورس عليه ضغوط، الفريق شفيق لم يعلن أنه مورس عليه ضغوط، ولا أحد من رفقائه قالوا ذلك الأمر. وعندما تقدم الفريق سامي عنان اليوم أو غدا أو في الأيام القادمة يؤكد صحة ترشحه وخوض الانتخابات ويعلن ذلك على لسان قائد الأمين العام للحزب، فأعتقد أنه لم تستخدم ممارسة الضغوط على أحد. بالنسبة لمن يتوقع أن يؤيد سامي عنان في هذه الانتخابات إذا تم وأعلن ترشيحه للانتخابات غدا أو خلال الأيام القادمة، من المتوقع أن يساند سامي عنان وخاصة أنه من نفس الخلفية العسكرية التي يتبع لها السيسي؟ هذا السؤال الإجابات عليه سابقة لأوانها. الشعب المصري هو الذي سيقرر وهو الذي سيختار. أما أن أجيبك بالتحديد على من أو الساقط بجوار الفريق سامي عنان أو أي من الجماعات السياسية أو التوجهات أو الشرائح المجتمعية، هذا أمر لا يمكن أبدا لأحد أن يتوقعه أو أن يجيب عليه. المهم أن نمارس حقنا، المهم أن يكون هناك ممارسة سياسية وحركة سياسية فاعلة في المجتمع المصري، وأن نقضي على مقولة أن الممارسات الضاغطة تتم على زيد أو عبيد أو فلان أو علان. ينبغي أن نكون معاونين على أن يكون المناخ العام جيدا ويتقبله الشعب المصري. طيب أستاذ رجب، ابقى معي لدقيقة، نحاول أن نرصد بعض ردود الفعل الآن على منصات التواصل الاجتماعي حول ترشح أو هذا الخبر الذي رصد حتى الآن. نحاول
أن نرصد بعض ما يقوله المواطن المصري أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي. لدينا هنا إذا فتحنا هذا الخبر مثلا، خبر الترشح بذاته، أول التعليقات عصام يقول سامي عنان السيسي شفيق كلهم من نفس المدرسة يعني، واستخدم بعض الاتهامات من وجهة نظره يعني صنفهم أنهم من نفس المدرسة سواء شفيق أو السيسي أو عنان المدرسة العسكرية، وهو ما حاولت أن أسألك عن وأجبتني. نذهب إلى هناك من يقول أنها مسرحية الانتخابات، مثل هذا الحساب باسم رأي حر يقول أظهرت كومبارس، يعني مع احترامنا للجميع ولكن هذا ما يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ففكرة أن الانتخابات هي مسرحية، كيف توصف هذه الأقاويل التي تنتشر الآن على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة؟ في البداية من تكلم على أن المشيرة بتاع السيسي رئيس الجمهورية والفريق سامي عنان كلاهما من مدرسة واحدة، هذا حقيقي، كلاهما والفريق شفيق كذلك من ينتسبون إلى المؤسسة العسكرية وهم يتشرفون بذلك بكل تأكيد. يعني فيما يتعلق بأن المسألة مسرحية والكلام من هذا القبيل، أنها أمور محيرة بمنتهى الأمانة. إذا ترشح الناس قالوا مسرحية، وإذا لم يترشح الناس قالوا أنها ضغوط تمارس، فماذا يصنع المشتغلون بالعمل السياسي والراغبون في ممارسة حقهم الدستوري؟ يقيني ومعرفتي بالفريق سامي عنان إذا قرر للنهاية أنه سيخوض الانتخابات، أن الرجل لا يمكن أبدا أن يشارك في أي مسرحيات عبثية كما يصورها البعض. طيب، على غير سند من الحقيقة. سؤال مطروح أيضا، سامي عنان يعني أوشك على إتمام عامه السبعين، هنا سؤال على أن المستقبل للشباب والثورة حينما انطلقت في 25 من يناير وحتى يومنا هذا الكثير ينادي بالشباب ودور الشباب، سامي عنان وعمره الكبير والأعضاء الآخرين في الحزب، لماذا لم يرشح الحزب إذا كان الحزب يمتلك هذه القوة في الشارع حتى ينزل بمرشح رئاسي، لماذا لم يرشح شخصا آخر عن سامي عنان يمثل الشباب ويوفر لهم نوعا ما أجواء التي يريدونها ربما أو يبحثون عنها؟ بلا شك أن الشباب هم مستقبل الأمة وهم قاطرة التنمية وهم الذين تعقد عليهم الأمان لقيادة هذا الوطن في مراحله المستقبلية، والفريق سامي عنان يدعم الشباب بكل قوة ويفتح أبواب الحزب لأن يمارسوا دورهم السياسي ويهتموا بذلك تماما، إلا أن الظروف والأوضاع والمناخ السياسي الذي تعيشه مصر بعد ثورة 25 يناير و 30 يونيو تتطلب في الحقيقة لهذا المنصب الرفيع قيادة مرموقة معروفة لها تأثيرها لها تاريخها، كل هذه الأسباب تتوافق مع طبيعة الحياة السياسية والديمقراطية في دول العالم الثالث ككل، لأننا لا يمكن أبدا أن نقيس الأوضاع المصرية ببلد كفرنسا أو أمريكا أو إيطاليا، لأن هذه البلدان عريقة في الممارسة الديمقراطية وشعوبها قادرة على الاختيار وهناك ضمانات كثيرة جدا. ما الذي يمنع تواجد أجواء ديمقراطية سيد رجب عذرا على المقاطعة، ما الذي يحرم المصري من أجواء الديمقراطية إذن؟ ما الذي لا يدع له المجال لممارسة ديمقراطيته بكل حرية كفرنسا وغيرها بما أنك طرحت هذا المثال؟ حداثة التجربة، حداثة التجربة عندما تكون هناك أي تجربة حديثة يمارسها أي. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد رجب هلال حميدة البرلماني السابق وأمين في لجنة الحزب الذي رشح سامي عنان. اهتمت وسائل التواصل الاجتماعي بالتسريبات التي بثتها قناة مكملين مساء أمس لضابط مخابرات مصري وعدد من الإعلاميين، تؤكد هذه التسريبات استخدام الإعلاميين كأذرع لتوجيه الرأي العام في الاتجاه الذي يخدم النظام. لكن التسريب الأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي جاء بعنوان حب
وقبلات برعاية أشرف ضابط المخابرات. فماذا حدث في هذا المقطع؟ دعونا نتابع. أنا بس هلا عايز أتحرك. أنا في الشغل متضايق. ليه يا كابتن؟ حد مضايقك بلغني على طول. لا أنا حسام وليد حسني. يعني بيشتغل لصالح الوطن العربي، كامل مفيش هموم يعني أنا ما قلتلوش يعني. فهو بيجمع عليا جدا وبعدين بيقول لي إيه يعني أقلل من الإنترو، طب أنا بالإنترو بعمل إيه للبلد؟ أنا بعمل من الإنترو إيه؟ الإنترو واقف مع البلد مع جيشي ومع شرطتي ومحمد الشعب واقفين مع الرأي. لا إحنا هنكلمهم. لان انت كابتن يا كابتن عزمي، انت فعلا مشاهدتك بتزيد وبدات شعبيه تزيد، فمش المصلحه دلوقتي ان يحصل خلاف، فاحنا هنكلمهم. وبعدين لا ده امبارح اللي حصل اكتر، ده بتكلمني بيقول لي هخليك لك ساعتين في الاسبوع تعمل برنامج الحقيقه ومش الحقيقه وكده. انا هاخد ساعتين في الاسبوع، انا باخد 6 ساعات في الاسبوع، 2 ساعات و4، عايز يخليني يومين واليوم ساعه الحلقة دي كل حلقة ساعة. وصالح مين؟ لا ده بقى بيتكلم الدماغ. الفكرة يا أستاذ وليد إن الراجل إحنا عايزين نريحه لغاية بس فترة انتخابات الرئاسة تعدي. هتعرف إن أنا جاي عشان الحتة دي بالظبط. تحديدا. عشان المرحلة اللي جاية وعشان موضوع الانتخابات، بس ايه الرؤية العامة اللي ماشية على فكرة اللي محطوطة من عندكم مش من عندي. معايا؟ نعم. انا بنفذ الرؤية اعلاميا. كابتن عزمي بالنسبة لي هيحقق تارجت معين مع شريحة معينة. التأثير اللي عمله عزمي جاء في الشهرين الاخارة لما بدأ يلتزم ببعض الملحوظات اللي بتقاله ده تأثيره اكتر. قناة العاصمة اللي ما كانش حد بيتفرج عليها، مع احترامي لعزمي وسعيد حسنين، وطبعا الإدارة عند حضرتك عارفة الكلام ده كويس قوي، من أصغر واحد لأكبر واحد. النهاردة قناة العاصمة موجودة جوه كل حدث. قناة العاصمة بقت الرقم واحد في البي كلاس، أعلى من دريم وأعلى من المحور وأعلى من كل القنوات دي. إذا أصبح لها تأثير. هو العقد بتاع عزمي، العقد بتاع عزمي لغاية إمتى؟ عزمي ما عنديش عقد ليه. هو جاي كده يعني؟ عزمي لسه ما مضاش عقد. وعزمي كابتن عزمي حبيبي برضه، بس المفروض عندي اقول له عندك حد هو اشرف اخوني اسمه المقدم امام، فانت روح اتكلم معاه شوف الدنيا تبقى ماشيه ازاي. خلاص تاني حاجه تمام. احنا ماشيين ولا ايه اشرف ليه؟ ما ينفعش يعني انا موجود وانا قدامك. صحيح. لا فلو سمحتوا تكلموا الراجل ده. يعني يسيبنا اشتغل الفترة دي لما الانتخابات تخلص ياخد القناة زي ما عايز. لا احنا عارفين هيتعامل مع ازاي. متقلقش يا كابتن عزمي، وانت طلباتك فوق الراس. ايوه يا حبيبي، طمني عملت ايه امبارح؟ عملت ايه امبارح؟ مع مين؟ مقدم امام. قعدت معاه والموضوع اتسوى يعني كله تمام. اين اتفاق على ايه يعني؟ ما فيش. احنا قعدت اتكلمه وقلت له انا راجل بشتغل لصالح البلد، وانا لو اتعمل اللي بيتعمل ده انا مش عايز اشتغل يعني. المهم انت دلوقتي يعني زعلني. انت دلوقتي يعني مرتاح انك تكمل بالطريقه دي ولا لا؟ يا بيه انا شغال عادي تماما. طيب كويس. انا شغال زي ما انا، ولو في جديد قول لي بس كده. انت بس طول ما بتتبع التعليمات يا كابتن عزمي، وطول ما انت ماشي معانا مظبوط، فمحدش هيقدر يجي عليك ابدا. كل الانديه 18 نادي. اهلا اهلا. انت الوحيد اللي اطول مني في القناه شويه. قبلات حارة إذن كما غرد المدونون. دعونا نستعرض الآن أبرز ردود الفعل التي جاءت حولها وفور ورود هذه التسريبات وهذه المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من موقع تويتر، حيث غرد أحمد مسعد وقال:
على قد ما التسريبات بتوضح لنا أمور كتير مخفية، لكن للأسف بتوضح برضو أن الأجهزة الأمنية سهل اختراقها، وده في مصلحة داعش والتنظيمات الجهادية للأسف. بينما كتب محسن محمد العسوي وقال: تسريبات الأذرع الإعلامية، جميع التسريبات صحيحة وما خفية كان أعظم، ولكن إنهم يشغلون الجميع بتلك التسريبات عما يفعلون، ونحن لا نفعل شيء سوى التحليل والكلام الذي لا يمنح حرية ولا يحرر سجناء ومعتقلين ولا يقتص لشهداء الثورة. الثورة هي الحل. فوقوا أيها النائمون في العسل الأسود قبل فوات الأوان كما يقول. يرى المحامي طارق العوضي: يبدو أن التسريبات من كترها ما بقتش بتفرق مع حكومة ولا معارضة ولا شعب. وأخيرا غرد حساب باسم كهرباء تويتر يقول: تسريبات المخابرات الحربية مع مقتل ريجيني تؤكد المستور أن المخابرات الحربية والعامة وأمن الدولة بينهم مصانع الحدد. لك الله يا شعب مصر، وضعت بين المطرقة والسندان، قم وانهض، هي موتة ولا أكثر، وإن مت شهيد وإن عشت عش كريم. في حين سخر حساب باسم اقرأ يقول صاحب هذا الحساب: بعيدا عن التسريبات، ده مش كلام مخابرات ولا نيلة، ده أسلوب مكايدة على طريقة أم ميدو في حارة العوالم وهي مسرحية. نذهب إلى زهرة التي تقول: طيب سؤال، أنا هستفيد إيه من التسريبات دي؟ أعتقد محدش هيستفيد منها حاجة. إيه هنفضحهم مثلا؟ طيب ما هم مفضوحين أصلا، هنفضحهم للعالم؟ طيب وأنا مالي بالعالم، محدش هيعمل حاجة ولا هيغيروا من حاجة، لا إلا الله وحده هو القادر على ذلك. مجدي كامل قال: والله مجرد إحساس إن اللي سرب التسريبات دي كلها هم الشرفاء المتبقين داخل الأجهزة دي، واللي خايفين على وطنهم من الضياع على أيد المخرب كما وصفه. عسكر صاحب هذا الحساب يقول: يتضح من التسريبات إن أجهزة الدولة مسخرة لإنهاء موضوع أو مسخرة لإنهاء موضوع الانتخابات الرئاسية بالتجديد بلحة بأي طريقة. إذن نذهب إلى التغريدة التالية التي تساءل فيها الأكاديمي الجزائري طاهر الأدغم يقول: التسريبات المصرية الأخيرة كشفت الكثير، ماذا لو تمت تسريبات مماثلة من دول عربية أخرى؟ أظن أن الأمر لن يختلف كثيرا، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوجيه الأمن والسياسيين للصحافة وصناع الرأي العام. التغريدة التالية لفتح عبده يقول: على فكرة التسريبات ما فيش لها أي تأثير على الناس، واللي ما فرقش معها قتل أو اللي ما فرقش معها قتل الناس هيفرق معها تسريبات مثلا؟ تساؤل. غرد المدون الكويتي فهد المزاعل وقال: التسريبات الصوتية لضبط المخابرات المصرية والإعلاميين المصريين وإساءتهم لدولة الكويت، يجب على وزارة الخارجية الكويتية طلب توضيح من الحكومة المصرية وعدم السكوت عن هذا الموضوع إن صح خبر هذه التسريبات. أخيرا سخر عمرو حسني وقال: أنا رأيي الشخص إن السادة الضباط يطلعوا يقدموا البرنامج بنفسهم، على الأقل نوفر ثمن المكالمات دي كلها ونصبح على مصر. إذن في نعود مرة أخرى لانتخابات الرئاسة المصرية، حيث أعلن المحامي والناشط الحقوقي خالد علي ترشحه لانتخابات 2018 داعيا مؤيديه إلى جمع 25 ألف توكيل رسمي له لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات. وأوضح علي خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن أن حملته ستبدأ خلال أيام العمل لجمع هذه التوكيلات. دعونا نستمع إلى جانب من كلمة المرشح خالد علي. إنني أدعوكم، أدعو كل أبناء يناير لجمع أكثر من 25 ألف توكيل شعبي محررين في الشهر العقاري على أن يكون تسليمهم يوم 25 يناير القادم. يناير القادم في سلسلة بشرية ترفع صور شهداء هذا الوطن والمستفيد الحصري. ترفع صور شهداء هذا الوطن والمختفين قسريا والمعتقلين ظلما الذين لفقت لهم قضايا لا لشيء إلا أنهم كانوا من الحالمين بمستقبل هذا الوطن. سلسلة تبدأ من مقر الحملة هنا وتنتهي في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي مقدمتها
كل أعضاء حملة مصر مش للبيع الذين وقفوا للطبيعة. إذن كانت هذه أو كان هذا جزء من كلمة خالد علي مساء اليوم. سيل إذن من ردود الفعل حول ترشح خالد علي، جاء على موقع فيسبوك ونبدأ مع هذه التدوينة لحركة شباب السادس من إبريل، يقولون اعمل توكيل سواء خالد علي كمل أو انسحب، وبغض النظر عن اختلافك معه في بعض الجوانب أو رأيك في الحملة أو برنامجه، وبغض النظر عن موقفك من ما يطلقون عليه انتخابات وسواء هتصوت أو لا، المهم شارك باللي تقدر عليه في مواجهة نظام الدكتاتور وأبواقه الإعلامية كما وصفت الحركة. في حين علق مصطفى التوني وقال الانتخابات في دولة لا تريد انتخابات، هكذا وصف الوضع في مصر. الناصر يرى ناصر عزم خالد علي ممكن ينجح في حالة واحدة، لو جمع توقيع 40 مليون فقير، هي الطبقة الأهم في مصر كما يلمح ناصر. في حين عرضهم أبو بكر سليم وقال الناس اللي خايفة على خالد علي من الترشح للرئاسة، أقول لهم يا جماعة ما تخافوش، السيسي عايز خالد علي يكمل. السيسي يخاف من شفيق، يخاف من سامي عنان، من الناس اللي ممكن تاخد من أصواته، لكن مش من خالد علي، لأن السيسي ضامن أصواته كاملة إلا شوية صغيرة. ده طبعا بعيدا عن أن الله أعلم خالد هيعرف يجمع التوكيلات، توكيلات الترشح ولا لا. وفوق ده كله اللي هيكلمه أو اللي هيكلمه عن ديمقراطية برا هيقول لهم يا جماعة ده الانتخابات دخل فيها أكبر معارض ليا وسبته يترشح وكسبته بحاجة 80 أو حاجة 90%، يعمل إيه تاني الراجل يعني زي أيمن نور أيام مبارك كده. فما تقلقوش يا جماعة على خالد، خالد مكمل ولا قضايا ولا نيلة كما يرى. هذه التدوينة لأحمد رجب يقول أنا فخور جدا باللي بيعمله خالد علي وحملته العظيمة في ظروف أقل ما يقال عنها صعبة وخطيرة، قرروا يحركوا الركود التام اللي عايزينه، كل اللي بيكرهوا خالد علي أو ما يمثله المفروض يكونوا شاكرين لوجود خالد علي، لأن اللي بيعمله على خطورته عليه وعلى أفراد حملته مفيش هو مفيد بشكل مجرد تماما لبلد مهم يكون فيها سياسة وفيها نظام ومعارضة وفيها كل الناس تؤخذ ويرد عليها. وجود معارضة مش ديكور في عروة البدلة، يعني كمثل مصري يقال، إذا مصممة باعتبار المعارضة جزء أصيل من النظام في غيابها، النظام بيصدي وبيموت بيموت مع البلد بالكامل. وجود سياسة في البلد دي نجاح في حد ذاته. شكرا خالد علي وشكرا كل اللي قرر يتحمس ويعمل توكيل له وللبلد كما وصف. في حين تساءل حسن فريد وقال خالد علي قال في مؤتمر سابق أنه لابد من ضمانات لتحقيق عملية ديمقراطية سليمة وأنه هينتظر لحين ظهور مؤشرات على ذلك قبل إعلانه الرسمي للاستمرار عن عدمه. فهل رأى خالد علي اليوم مؤشرات تضمن سير هذه العملية بشكل أو بآخر؟ تساؤل. في حين غرد محمد شوقي وقال خالد علي ده عليه علامات استفهام كتير، بس الاحتمالات أو الاحتمال الوحيد اللي يخليني أحترمه هو أنه يستمر لحد قبل الانتخابات بيوم وينسحب، غير كده يتأكد للناس أنه مجرد دور مرسوم له ماشي عليه ومجرد كومبارس زي حمدين ودوره هينتهي زي منتهى حمدين. بينما إذن يرى محمد منصور في هذه التدوينة عفوا خالد علي أنا معاك وأحترمك، ولكن التغيير سيأتي بالثورة وليس بصناديق العسكر كما وصفها. أخيرا كتب محمد إسماعيل لو خالد علي فقط بيعمل كل ده أو بيعمل كده ومستمر لإعلان موقف وإثبات أنه قادر على أخذ أصوات وتجميع العدد المطلوب لخوض الانتخابات ثم ينسحب أنا معه، ولكن لو مكمل بجد يبقى خالد علي أصبح جزء لا يتجزأ من نظام السيسي وأصبح هو المحلل الجديد كما وصف. نصبر ونشوف قبل الحكم يا جماعة. أطلق المؤتمر الشعبي الفلسطيني في الخارج مساء اليوم حملة إلكترونية بعنوان يوم القدس الإلكتروني، وذلك في حملة تغريد بوسوم القدس توحدنا. تهدف هذه الحملة الإلكترونية إلى نصرة مدينة القدس المحتلة ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار المدينة كعاصمة لإسرائيل. معنا عبر الهاتف ميمونة خاطر وهي عضو اللجنة الإعلامية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج. أهلا بك سيدة ميمونة. إذن في البداية هذه الحملة، ما أهداف هذه الحملة والتوقيت الذي انطلقت فيه؟
ميمونة إذا كنت تسمعيني أعيد عليك سؤال مرة أخرى. هذه الحملة القدس توحدنا، أسباب انطلاق هذه الحملة في هذا التوقيت، قرار ترامب مضى عليه أكثر من شهر حتى الآن، فما سبب اختيار التوقيت الآن وأهداف الحملة الآن؟ إذن يبدو أننا لا تسمعنا. إذن على هاشتاج القدس توحدنا، غرد القيادي في حماس عزة الرشق وقال: من كل شبر من أرض فلسطين، من رأس النقورة شمالا وحتى أم الرشراش جنوبا، ومن نهر الأردن شرقا والبحر الأبيض المتوسط غربا، ومن كل فج عميق في أمتنا العربية والإسلامية، من جيم جاكرتا إلى طاء طنجة، بصوت وقلب رجل واحد. في حين كتب المدون الفلسطيني رضوان الأخرس وقال: القدس منارة للوحدة ولجمع شتات الأمة، يبقى وضوح الحق فيها من الباطل ينير الطريق أمام بصائرنا. بينما يرى المدون أدهم أبو سلمية: قرر ترامب اعتبار القدس كعاصمة للكيان الصهيوني كان بمثابة فرصة لتوحيد طاقات الأمة خلف قضية القدس، وهي تأكيد أن لا طريق أمامنا لاستعادة الحقوق إلا بالجهاد والتضحية والوحدة. إذن معنا مرة أخرى ميمونة خاطر، عضو اللجنة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج. ميمونة، إذن كنت أسأل عن توقيت انطلاق هذه الحملة، مضى شهر منذ الآن على قرار ترامب، فبعد شهر من الآن تنطلق هذه الحملة، أو بعد شهر عفوا من هذا القرار، أو أكثر من شهر تنطلق هذه الحملة، سبب اختيار التوقيت؟ تحياتي ومساء الخير جميعا. انطلقت هذه الحملة تحت عنوان يوم القدس الإلكتروني، والذي أعلنها المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج، وذلك لاستمرار الحراك العربي والعالمي لأجل القدس ورفضا لقرار ترامب. وتزامنا مع هذا الكم الرافض من العالم أجمع لقرار ترامب ورفضا لهذا القرار، ونصرة للقدس واستمرار الحراك في صناعة رأي عام وحراك شعبي مستمر في الداخل والخارج. بالنسبة للغات التي ستنطلق هذه الحملة عليها، هل ستستخدم لغات عدة أم فقط ستكتفون باللغة العربية؟ نعم صحيح، تم هناك الانطلاق إلى العديد من اللغات، منها العربية والإنجليزية والتركية والمالوية والأردية، واليوم تصدر الهاشتاج القدس توحدنا في العديد من الدول، منها كان الأول في قطر والأردن ولبنان. واستمراراً لهذا الحراك، هناك حراك ميداني غداً الجمعة في عدة دول حول العالم. طيب، بالنسبة للجان التي ستشارك في تدشين هذه الحملات، أين مواقع هذه اللجان وكيف ستعمل وطريقة تنظيم عمل هذه اللجان؟ هناك العديد من الدول قد اشتركت أو قد تعاونت مع هذه الحملة، وستنطلق العديد من الدول، منها تركيا والأردن وتونس والجزائر. غدا سيكون هناك الحراك الميداني، سنشهد العديد من الحراكات ميدانيا رفضا لقرار ترامب واستمرارا لهذا الحراك الشعبي رفضا لقرار ترامب. نعم، بالنسبة لبعض القضايا التي ظهرت مؤخرا أيضا وظهرت على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي من قلب فلسطين أيضا، كيف ستعمل عليها هذه اللجان؟ لدينا مثلا هنا إذا نظرنا على سبيل المثال هذه التغريدة التي تتحدث عن الأسيرة الفلسطينية إسراء الجعبيس والمعاناة التي تعاني منها هي وأسيرات أخريات موجودات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومثل هذه القضايا، كيف ستتعامل الحملة مع هذه القضايا التي تريد أن تتواجد أيضا على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم بالتأكيد، شهدنا انتهاكات عديدة في الفترة الأخيرة، وهناك عدة قضايا قد طفت على السطح، ومنها قضية إسراء. مجرد الحديث ومجرد وصول هذا الترند عالميا والحراك الشعبي المستمر رفضا للانتهاكات الإسرائيلية ورفضا للانتهاكات التي مستمرة على الشعب الفلسطيني، بحد ذاته سيصل رسالة ورأي عام للتحرك وإنقاذ الوضع من
الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. طيب سؤال أخير أستاذة ميمونة، بخصوص أبرز الشخصيات التي ستشارك معكم في التغريد في هذه الحملة، هل اتفقتم مع شخصيات عامة مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هناك العديد وأبرزها جهات إعلامية معروفة وقنوات إعلامية، منها قدس وشهاب والعديد من الجهات الإعلامية التي تضامنت واشتركت في هذه الحملة وغردت على الهاشتاج رفضا لقرار ترامب. نعم، شكرا لك ميمونة خاطر، عضو اللجنة الإعلامية في المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج. إلى هنا إذن مشاهدينا تكون حلقة الليلة قد انتهت، تذكروا دوما أن تراسلونا بالقضايا والقصص لعل واقعا يتغير أو وعي يزداد بهاشتاج. دمتم في أمان الله.